الجل هو مادة اللي خفيفة شوية على لاريزين. لاريزين شوية قاسحة. لاريزين كتستعمل فاش لا بيرسون مثلا الجل ما كيليق ليهاش كتستعمل يديها بزاف باغ اكزومبل في لورديناتور تبقى كتابي بزاف طول لا جورني سو كيفي يقدر الجل حيت إلي با ماشي قاصح بزاف على لا ريزيك سو كيفي لو جيل ما كنديروش لهاد لي بيرسون بحال هادو الا بغات دير لو جيل اون كليونت كنسولوها ديجا واش كتستعمل بزاف يديها واش كتدخل لا كويزين بزاف لا فيستيل وداكشي وحنا كنقرو واش لا ريزين ولا لو جيل الا كانت لا ريزين كتستعمل يديها بزاف لا ريزين احسن باسكو قاصحه بزاف فيها بوكو دو برودوي لي فريمون كيقصحوا الظفر ولو جيل حتى هو ان ميم طون قاصح ولكن يقدر يتهرس لينا في نيمبورت كيل مومون على حسب النوع ديال الظفر ديال لا كليونت باغ اكزومبل الا كانوا عندها حنا دائما كنوجهوا لا كليونت شنو خصها دير باغ اكزومبل سي لا دي زونغل فراجيل ما كان وجهوهاش لتو سكي جيل اي لا ريزين باسكو لو جيل اي لا ريزين واخا عندهم منافع زوينه باسكو كيقادوا لنا لا فورم و سي اون با طول ديال الظفار كيعاونونا زعما يكون عندنا الطول ولكن دي فوا سي ديجا عندك لونغ اي فراجيل فو ميو ليسي لونغ ريسبيري باسكو واخا هكاك لو جيل و لا ريزين تيغمقوا علينا على الظفر ديالنا ما كيخليوناش الظفر يتنفس في الحقيقه لو جيل كيف عنده منافع كيف عنده اضرار باش ما نكونوا كليغ الوغ هو كيجي زوين في المنظر اي كنصحوه للسيدات اللي ما عندهمش ديجا مشكل في ظفارهم سي كيفي ظفارهم يكونوا ديجا قاصحين وديجا اون بون سونتي الا ما كانوش الا كانوا فراجيل لو جيل اي لي ديكونسي ولا لا ريزين سي لا ميم شوز باسكو لو جيل فاش كنديروه فوق الظفر كيخنق لينا الظفر ديالنا سورتو الا خلينا ديك لا بيريود بزاف ديال 3 سيمين 4 سيمين اي سورتو الا لا بيرسون بغات تعاودو انا جو سوي كونتر اون بيرسون لي كاينين دي فوا كتجينا نبغيو نعاودوه ولكن تيدير لينا اضرار للظفار ديالنا مي الا درناه في مناسبه وخلينا ظفرنا ينفسوا واحد شويه ونعاودوه با دو بروبليم ما كاينش المشكل لو جيل كيقدر يبقى ما بين جوج سيمانات ونص حتى ثلاثه ولا كاع اكثر 4 سيمانات مهمه للظفار باسكو ان ميم طون كنقيو لي كيتيكول هما اللي كيكونوا لنا الحمه اللي كتكون لنا اوتور دو لونغل الظفر ديالنا و ان ميم طون كاينين شي وحدين اللي كيحيدوا لا كيتيكول او نيفو دو زعما في الدوره ديال الظفر كنديروا لا مانيكور كاينين شي ناس كيحيدوا لا كيتيكول انا جو سوي بور نحيدو لا كيتيكول ولكن ما نحيدوش لا كيتيكول كي اونطوري على الظفر باسكو بحال حيتي شي حاجه منك اي ابري تقدر كاينو دبون تاف اي سي با اوسي فاسيل بار لا سويت اشريو ان كيت دو مانيكور راه ولاو كيتباعو بارتو في لي سنتر ديال الاستيتيك لي كوزميتيك ويشريو دي كريم دي غوماج اي كوم سا سا سرا ديجا زعما سي اسي بيان من السما الاثمنه كل واحد كيدير الاثمنه اللي بغا على حسب لو برودوي اللي شاري باسكو كاين اللي كيشريو دي برودوي غاليين كاين اللي على حسب لونغلوري هما كيفاش كيبغيو يخدموا كاين اللي كيشري ثمن غالي زعما لو جيل وكيحسبوا غالي على حسب شنو خصو يدخل وكاين اللي كيشري لو جيل كي ان بو موان شير وكيديروا بالثمن هو اللي مناسب ليه حيت كاينين ديفيرون تيب دو جيل فهمتي ميم لا مارك ميم يا ميم دي جيل كي سون زعما ايكونوميك يقدروا زعما اي واحد يقدر يستعمل وان جيل صباغ الظفار اللي كنصح بهم السيدات سورتو دابا في البرد هو لي نيود تو سكي روزي بيج مارون كلير هادو هما اللي ولاو دابا طوندونس وكيعطيو كيخليو الضفيرات نقيقين